عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. انا عليا ان شاء الله هنراجع شوية، اول اللي هي اول محاضرة في الفيميل بإذن الله. بسرعة كده، ديزيزز اول حاجة اتكلمنا عليها هي السيرفيسايتس اللي هي الانفلاميشن بتاعنا. طبعا اكوستيك اورجانيزم كان مهم بالنسبة لنا ان احنا كنا فاكرين الكلاميديا والجونوريا، وطبعا هيومن بابيلوما فيروس ما نساهوش. منطقة السيرفكس فيما تحت على طول بنحطه، يعني تحتها اللي هو الفالفا هي الفالفا يعني الفاجينا وكده. البرتسبوزنج فاكتور اللي هي سي اس اللي هو سبريك جاي من فوق او من تحت، والاي اميون كومبرمايز، الاي سي دي اللي هو اللولب الانترايتران كونتراسبتيف يعني، والباد هايجين مش مشكله. الباثولوجي الاكيوت هي زي اكيوت انفلاميشن، ريدنس وتندرنس وغطن وادمتس والكلام ده، والصوره اللي احنا عارفينها بتوضح لنا هي الصوره دي. وطبعا في المايكروسكوبيك الانفلاماتوري سيلز اللي هي البوليمورفس هي الاشهر. اوكي، الكومبليكيشن ان هي طبعا سبريد تتنقل او ان هي تقلب لكرونيك زي اي اكيوت انفلاميشن. كرونيك سيرفيسايتس هي الاهم وهي الاشهر. مهم فيها ايه؟ مهم فيها جدا الحاجات اللي احنا بنشوفها جروسلي، التشنجز بتاعه الاكتو والاندو سيرفكس. الاكتو سيرفكس اللي هو لايند ستراتيفايد سكونس في الطبيعي ولونه ابيض، هيحصل فيه ايه؟ يحصل فيه ايروجن، الابسيليوم بتاعه يقع فيبقى يحصل معاه بليدنج بسهوله. يحصل فيه اكتوبي، الحته اللي حصل فيها ايروجن دي اتغطت بكلامنا الابسيليوم بدل ما تتغطى بستراتيفايد ابسيليوم سكونس يعني اللي هي الاكتوبي، وساعات برضك بتظهر حته حمراء بس البيننج بتاعها بيبقى اقل. والالكتروبيان اللي هو حصل ان الاندوسيرفكس بقى ظاهر، الاندوسيرفكس بقى ظاهر بسبب الايه؟ بسبب الشده بتاعه الفايبروزس اللي بيحصل بسبب كرونيك اريتيشن يعني، فالاندوسيرفكس بقى ظاهر. هو ده الثلاثه اللي بيظهروا في الاكتوبي في الاكتوسيرفكس اللي هو الايروجن والاكتوبي والالكتروبيان. طب الحاجات اللي في الاندوسيرفكس عباره عن ايه؟ ده الطبيعي بتاع الاندوسيرفكس عباره عن كولومنا ابسيليوم وانترسيرفيكال جلاندز. يحصل ايه؟ الدكت ستقفل، يعمل نابوسيوم فوليكل تبقى ريتينشن سيست، يحصل فيها هايبربليزيا فيعمل لي حاجه اسمها بوليب، يعني بقى كده اللي هو سواء كان ستايل او بدانكيوليتد يعني في هايبربليزيا. اي بوليب عباره عن هايبربلاستيك ابسيليوم، بس هنا طبعا في كولومنا ابسيليوم وجلاندز وستروما فاسكولار ستروما في النص عادي جدا، ده زي اي بوليب يعني. وتالت حاجه هتكون موجوده هتحصل في اندوسيرفكس ان بسبب كرونيك اريتيشن الكولومنر ابسيليوم حاول يقوي نفسه شويه فيقلب الاستراتيفايد ميتابليزيا، ودي طبعا حاجه ايه؟ هتزود احتماليه الكانسر. تمام، يبقى الثلاث حاجات بتاعه الاندو اللي هو النابوسيوم فوليكل، افتكروا الهيستولوجي الطبيعي ولما كرونيك اريتيشن اللي هيحصل معايا النابوسيوم فوليكل الاستكولوس ميتابليزيا والاندوسيرفيكال بوليب. دي صوره الانتوسيرفيكال بوليب. اني بلاستيك تشينج بتاعه السيرفكس مهمه جدا بالنسبه لنا، البري مالجنانت والمالجنانت ليجنز. الكانسر سيرفكس بيحصل في سن قد ايه؟ متوقع في سن صغير شويه اللي هو 45 50 سنه، بسبب ايه؟ ان هو الريسك فاكتور بتاعته معظمها انفيكشنز وليها علاقه بالسكس، فمحتاجه ايدج صغير يعني. البريدسبوزنج فاكتور عادي، هي حاجات ليها علاقه بالاس سيمي تقريبا اللي هي الاس سواء كان سكس او سموكينج، سكس بدري، مالتيبل سيكشوال بارتنرز اللي بيزودوا الريسك بتاعه الانفكشنز بتاعتها، المالتي بارا في طول كتير فحصل تروما كتير للسيرفكس، اي سواء كان انفكشن او اميون كومبرمايز. طبعا طبعا اهم ريسك فاكتور هو الانفكشن، وبالذات الايه؟ الهيومن بابيلوما، الهيومن بابيلوما فيروس ما ننساهوش ابدا في كانسر سيرفكس. ايه هو الباثوجينيسيس المتوقع؟ احنا قلنا هيومن بابيلوما فيروس هو الاهم، فهو على اساسه كان في هاي ريسك سترينز وفي لو ريسك. الهاي ريسك عندنا اللي هو 16 و18 هاي ريسك، فهاي نمبر يعني رقمها عالي شويه اللي هو 16 و18، اما اللو ريسك 6 و11. هما دي ان ايه والدي ان بتاعها بيدخل مع الدي ان بتاع الخليه ويروح جاي مكون بروتين اكسبريس على هاي بروتين اللي هو الاي 6 واي 7 اللي هو الانكو بروتينز ديت اللي هتمنع تيومر سبريسور جينز اللي هي بتاعه 50، فيحصل بروفيشن كتير انهبيتنج الابوبتوزس اللي هو كان بيقلل الخلايا اللي فيها دي ان ايه بايظ وكده. اما طبعا اللو ريسك ما كانش بيعمل كده، لا ده بيعمل كوندايلوما بس لان هو الدي ان بتاعه مش بيكومباين مع الدي ان بتاع الخليه يعني ما بيطلعش البروتينات دي. وكمان كان بيقول لك يعني ان عشان يحصل تيومر او يحصل ديسبلاستيك تشينج تقلب للكانسر كانت بتحتاج شويه اميون تشينجز اندوكراين انفيكشن معاها تانية كده، الكلام فاضي ده مش مشكله.
البري مالجنت ليجن اللي هي السي اي ان اللي هي سيرفايكال انتروبيسيال نيوبليزيا اللي هي شويه اتيبيكال تشينجز هتحصل في الابيسيليم بس وزاوت انفيجن بيزمنت برين. ويقول لك هنقسمها بقى يا ترى هي في تولت بس اقل من تولت يعني اللي هي سي اي ان 1 المايلد ديسبليزيا بيسموها لو سين لو جريد سكوماس انتروبيسيال ليجن او تكون هاي سيل يعني سواء كان من تولت لتولتين او اكتر من تولتين اللي هي 3 سين 3 اللي هي السيفير ديسبليزيا والحاجات دي بيسموها هاي سيل. ليه بيسموها لو سيل وهاي سيل؟ عشان هي بتأثر على ايه؟ بتبقى مختلفه مختلفه يعني في الهيستوري بتاعها في الناتشرال هيستوري دي اللي انت سبتها وانت ما اتعاملتش معاها. يعني ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك اللو سيل احتماليه 60% هترجع للطبيعي، فانا مش مضطره ادخل معاك جراحه، لا انا ممكن استنى على العيانه. اما الهاي سيل لا 30% بس هيرجرس، فلازم اتابع العيانه كويس جدا واشيل اعالج. بتشوفوا هنا طبعا اللي هو فكره اللو سيل نسبتها اقل، الهاي سيل بدا الكميه المتاثره اكتر، شايفين كل الابسيليوم متاثر لاتيبيكال تشينجز. السيرفايكال كارسينوما عادي جدا هيكلمك عليها جروسلي، يقول لك زي اي حته ماس او انفلتريتد، بس ما ننساش الباراشيت سيرفكس عشان ده هنحسه واحنا بنعمل بي سي بريفيرن اكزامينيشن مايكروسكوبيكالي وحاجات قليله يعني بتعمله مايكروسكوبيكالي. هلاقي ايه؟ طبعا السيرفايكال كارسينوما، بصوا سواء كان سيرفايكال كانسر او فولفر كانسر هيكون الاشهر هو سكويماس سيل كارسينوما، بس الاختلاف النسبه يعني هنا السيرفايكال كانسر 80% سكويماس سيل كارسينوما، اما في الفولفر كان 85% نسبتها اعلى شويه. سكويماس سيل كارسينوما في اي حته واحنا بنوصفها بنقول ان هي عباره عن نست زي اعشاش كده مالجنت سيلز ممكن تبقى فيها كيراتين او ما فيهاش كيراتين حسب الديجري بتاع الديفرنشيشن، كلام عادي. ادينو كارسينوما لان احنا عندنا السيرفكس كان فيه اندو سيرفكس لايندو كولومنر ومن بره استراتيفيد سكويماس، فعشان كده يعني فممكن تطلع ادينو طلع من الجلاندز بتاعت الاندو سيرفكس بس بنسبه 15% اقل. ادينو سكويماس بقى ده الاثنين اللي هو ادينو كارسينوما مع سكويماس كارسينوما نيورو اندوكراين، بيقول لك ان شبه سموث سيل خلايا فيها اتيبيكال تشينجز، بس الاثنين دول حاجات رير ولكنهم بروجنوز بتاعهم ايه؟ وحش. البروجنوز بتاعهم وحش. هنعرف ايه تاني؟ هنعرف السبريت عادي دايركت ليمفاتيك وبلاد ليمفاتيك اللي هي البلفيك ليمفنود. البلاد اكيد هيروح لللنج الاول لان احنا هيمشي في السيستم سيركيوليشن يعني لنج ليفر بون. الدايركت طبعا هو المهم جدا، فكره ان هو يطلع فوق ينزل تحت الجنبين قدام ورا بس المهم طبعا بالنسبه لنا اللاترال سبريد. كنت قلت لكم عشان اللاترال سبريد لما السيرفكس ينتشر، احنا كنا بنقول سيحنا لو احنا رسمنا كده ده يوترس وده سيرفكس ودي فاجينا، طبعا رسم عك معلش جنب اليوترس كده بيبقى ماشي هنا كده اليوريتر، اليوريتر اللي هو الحالب. فاحنا دلوقتي لو حصل سبريد للكانسر من هنا لهنا هيضغط على اليوريتر على ناحيتين، فيروح جاي عامل باك بريشر على الكدني على الكليه فوق، فلما تاثر الكليه فوق يحصل اسمها ايه، يحصل رينال فيلير. فده كان اصلا سبب كوز اوف ديس في حالات السيرفايكال كانسر، عشان كده نخلي بالنا. عشان كده اللوكال سبريد واللاترال سبريد مهم. الستيجنج زي اي ستيجنج في المكان ده، زيرو لو كان انسايتو، واحد لو كان كونفايند في سيرفكس يعني عمل انفيجن بيزمنت برين بس لسه مش في لوكال انفيجن جامد في سيرفكس، بس ستيج 2 يقول لك لا بدا يخرج بره السيرفكس بقى سواء كان لترالي او لتحت، لتحت وصل للفاجينا صحيح بس مش لسه يعني هو في لوكال انفيجن بس مش وايد وايد، يبقى ستيج 1 كونفايند السيرفكس. ستيج 2 هو في لوكال انفيجن بس مش وايد قوي. ستيج 3 وايد لوكال انفيجن لدرجه ان هو وصل للاخر الفاجينا تحت لوور سيرت بتاع الفاجينا، وصل للاترال بلفيك وول لدرجه وانا بعمل ريكتال اكزامينيشن بالريكتال اكزامينيشن لدرجة ما بعمل بريكتال اكزامينيشن مش عارف الاقي ايه، مش عارف ادخل ايدي ما بين الماس يعني وما بين اللاترال بلفيكون كده. طب ستيج 4 يقولك ايه؟ يقولك ان السيرفايكال كانسر دوت وصل للميكوزا بتاعت الريكتم او الميكوزا بتاع البلادر. اي ستيجنج لاي كانسر في حته في البلفز ستيج 4 بتاعته هي نفسها انه وصل للميكوزا بتاع بلادر او ريكتم. وتاني حاجه ان هو يكون ايه؟ ان هو حصل ميتاستاسيس زي اي كانسر تاني، هو ده الستيجنج الطبيعي. نفتكره على طول الستيجنج مهم بتاع سيرفايكال كانسر لان اساسه طبعا تريتمنت والكلام الفاضي ده.
ايه اهم حاجه في السيرفايكال كانسر واللي عمل تشينج؟ انتوا عارفين السيرفايكال كانسر كان دايما السؤال كده ده كان بيساله يقول لك ايه الكانسر اللي منعه فاكسين؟ هو سيرفايكال كانسر. ليه؟ عشان سبب السيرفايكال كانسر هو الانفكشن بتاع الهيومن بابلوما فيروس، فلو اديت فاكسين للهيومن بابلوما فيروس خلاص كده انا منعته الحمد لله يعني. تاني حاجه السيرفايكال كانسر كان زمان كان مشهور قوي، يعني كانت نسبته عاليه اكتر من دلوقتي، كان لدرجه ان هو كان اشهر كانسر في الجينيتال سيستم يعني. طبعا ملناش دعوه بالبريست يعني، بس دلوقتي الحمد لله الريسك بتاعه قل شويه وبقى كانسر بادي هو الاشهر. ما بقاش كانسر سيرفيكس، قل ليه النسبه بتاعته؟ لان بدا في حاجه اسمها ايرلي ديتكشن وسكريننج، بدانا ندور عليه في العيانه يعني، ما استناش ان هو تظهر لي باعراض، لا 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 انا بدور عليه عشان اكتشفه بدري. بنمشي بالترتيب كده الترتيب يعني، بنبدا الاول سيتولوجي ان انا ادور على خليه تكون مختلفه، لو لقيت في خليه مختلفه ابدا اشوف الميكروسكوب عشان اخد بايبسي من المكان الخليه المختلفه يعني عشان اقدر اخد منه بايبسي، وبعدين ناخد بايبسي بقى اللي هو سواء كان بانش بايبسي لو انا شايفه ماس متغيره اخد منها بايبسي، او كون شيبد بايبسي اخد كون كده هوريكم صورته كمان شويه. فكره ان انا اخد خلايا دي عن طريق حاجه اسمها بيب سمير، باخد سمير من البوستير فورنكس والبوستير فورنكس بتاعه الفاجينا، بوستير فورنكس بتاعه الفاجينا شايفين، ناخد سمير من البوستير فورنكس بتاعه الفاجينا من الاكتو ومن الاندو سيرفكس كمان، وبنحطها على سلايد ونعملها اكزامينشن. الموضوع ده بيتعمل بره لكل الستات اللي بدأوا سيكشوال انتركورس ايا يكن الايدج بتاعهم، ولازم يتعمل كل سنه لثلاث سنين عشان اتابعها يعني على حسب الريزلت طبعا انا بلاقيها. فهي حاجه افكتيف قوي والكوست بتاعتها قليله ومفيش انفيجن جامد، في حاجه لطيفه يعني. تاني حاجه احنا قلنا اسمها كولبوسكوبي، كولبوسكوبي يعني كولبو يعني فاجينوسكوبي بالميكروسكوب، بدخل اتفرج على السيرفكس بالميكروسكوب هنا كده، وطبعا بعمل لها ستيننج للسيرفكس يعني عشان اقدر اشوف الخلايا الغريبه فين مكانها. فبنعملها ستيننج بايه؟ ب 3% اسيتيك اسيد. الاماكن الابنورمال اللي فيها ابنورمال سيلز هتاخد اسيت وايت، هتبقى لونها وايت بيضة، شايفين ابنورمال هتبقى اسيت وايت ايه اما النورمال مفيش اسيت وايت. ليه الابنورمال بتاخد اسيت وايت؟ بيقولك عشان بيبقى فيها بروتين كونتنت زياده شويه، زياده عن الخلايا الطبيعيه. ده بالكولبسكوب. وعرفنا البايبسي قلنا اللي هي لا اما البنش لا اما كون، يكون شيبد بايبسي هي اللي شبه ده الشكل ده، معرفش عارفينه ولا لا. بس بناخد كون كده من السيرفكس وبس، ونعمله اكزامينشن يعني. وساعات بتبقى دايجنوستيك وساعات بتبقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك كمان، بالذات في حالات السي اي ان اللي هي 3 مثلا هاي سيت، ديت بالنسبه لنا هتبقى دايجنوستيك ثيرابيوتيك يعني. كده خلصنا السيرفكس وحاجات دي. بالنسبه للفالفا بقى، الفالفا كان في انفلاميشن، كان في فالفايتس، قلنا انفكشن ونون انفكشن. النون انفكشن اللي هي حاجه رياكتيف بسبب اكسوجينس ستيمولس، وديت حاجه كومن سواء كان استخدمناها بسبب ان احنا استخدمنا حاجه عملت اريتيشن او حاجه عملت الرجي عادي او بسبب بريرايتس اللي موجوده مش مشكله، او بسبب انفكشن اللي هي الهيومن بابلوما فيروس اللي هو في اي حته بنقوله هنا، الهربس جينتال هربس دي حاجه مشهوره وبالذات تايب 2، والنيزيريا جونوريا في المنطقه بردك نفس المشكله، السيفلس بيجي في مشكله في نفس المنطقه ديت، تريبونيما باليدم بيعمل برايمري تشانكر اللي هي بتبقى حاجه اسمها ايه انديوريدت نديول كده بس بنس كانديدا ممكن. يبقى الانفكشنز يعني هي اكيد هتبقى سيكشوال ترانسميشن، في فيروس وفي بكتيريا موجوده، بس ما ننساش اللي هي بلوما عشان بيعمل كوندايلوما، والهربس اللي هي بتعمل الجينيتال اللي هي الفيسيكولار ايروبشنز دي. مهم في الفالفا احنا كنا بنقول مهم في الفافايتس فكره البارسلين جلاند سيست وابسس، انتوا عارفين مكانها لو حصل اوبستراكشن للدكت ديت هتحصل سيست، والسيست طبعا انفكشن يحصل ابسس. وايه الحاجات اللي تعمل لها انفكشن؟ نفس الفكره جونوريا عشان موجود هنا، كلاميديا نفس الفكره بيعمل مشاكل بيعمل انفكشن هنا، احنا في حته تعتبر في الجلد فممكن الاستاف ممكن انيوروبس. بس الفكره كلها في البرسنجلانسيت وابسس فكره التريتمنت بتاعها ان احنا ساعات بندي انتي بايوتيك لو في ابسس نعمل لها انسيجن ودرينج، بس لازم نعمل لها لا اما اكزيشن نشيلها خالص
شيل الجلاند خالص، لا اما نعمل لها مارسيبلايزيشن اللي هي دي روفنج، ان احنا نروح جايين فاتحينها كده، فاتحينها يعني بنسيبها مفتوحه على طول، بنشيل يعني مش عارفه السبب اللي هو الايه، فتحناها جبنا الناحيه دي عملنا لها سوتشرنج في السكن الناحيه، والتانية مفتوحة في الناحية التانية، فبقت مفتوحة على الشارع على طول، أي سكشنز فيها تخرج على طول ما تتجمعش يعني، عشان نسبة الريكيرنس بتاعتها بتبقى عالية بس يعني، ولأن بيبقى شوية صعب إن أنا أشيلها يعني. النونيو بلاستيك بيسيليال ديس أوردرز اللي هي الليشن سكلروزس ليشن سيمبليكس كرونيكاس، إيه اللي إحنا عايزين نفتكره؟ السيمبليكس كرونيكاس بتحصل مع أي كرونيك انفلاميشن بس المدة طويلة، فهتحصل كده، ده إند ستيج سيمبلكس كرونيكس من اسمها كرونيكس. اما سكليروزس ده تصلب ما بيحصلش مع كل الانفلاميشن، اللي بيقول لك بيحصل في الستات بالذات اللي هي البوست منوبوز يعني، بس مع الاوتو ميون ديس اوردرز سواء كان في الطلايق وبهاء وكده يعني. شكلها جروسلي هي نفس الشكل اليوكوبليكي عادي ريز ريد وايت باتشز يعني، ولكنها تحت الميكروسكوب عايزاكم تفتكروا اللي هي احنا كنا مقسمينها كده على حسب الطبقات، مش عايزين نكرر الكلام بس الفكره كلها ان دلوقتي هي سكليروزس يبقى تصلبت بقت متحوله لكيراتين، الخلايا بقت قليله، البيزل لير بتاعتها يعني احنا كنا عارفين، مش هين عليا ما اشرحش كل اللي بشرحه وفي نفس الوقت عايزه تبقى مراجعه سريعه ازاي مش عارفه. المهم الكيراتين هيزيد تمام، الخلايا دي هتقل عشان ده سكليروزس خلاص ما بقاش في خلايا، البيزا لير بتبقى بتموت، الريتريجز اللي هي الطبيعيه اللي بتبقى موجوده في البيزمنت ممبرين دي مش هتبقى موجوده، هتبقى ستريت كده، تحت في فايبروزس وانفلاماتوري سيلز. هنا بقى لا السيمبلكس كرونيكس، لا هتلاقي السيمبلكس كرونيكس عباره عن ايه، هايبربليزيا في كل الخلايا، مايتوزس كتير، كيراتين كتير، انفلاماتوري سيلز كتير كده عادي يعني. عشان كده سكليروزس كان بيقولوا الريسك بتاع الماليجنسي بتاعها اكتر يعني، من 1-5% هتلاقيها تقلب الماليجننت. اني بلس تشينج بتاعت الفالفا البناين مهم بالنسبه لنا، كوندايلوماتا والاكيوميناتا. الاكيوميناتا احنا عايزين نفتكر عنها ان هي بتحصل بالهيوما بابيلوما فيروس اللو ريسك اللي هي 6 و11، ونفتكر ان هي بتبقى عاليه عن السطح ومشرشره في السيرفس يعني بابيلاري سيرفس كده. بقى تحت الميكروسكوب فكره الكويلوسايتس اللي بتبقى موجوده اللي هي بتحصل بسبب الهيومن بابيلوما فيروس، الخلايا المقعره اللي هي كبيره شويه كده والنيوكليس بتاعتها وبيل سيتوبلازم هتشوفوها دلوقتي، وكوندايلوماتا ديت بالنسبه للاكيوميناتا يعني، فكره الهايبربليزيا والهايبركيراتوزيس حاجات عاديه يعني. الكوندايلوماتا اللي هي بتكون بسبب السيفلس الامبا برايمري اللي هو يعمل تشانكر، لما سكندري يعمل كوندايلوماتا، دي بتبقى مرتفعه كده بس فليت سيرفيس، هي لاتا وهي ستريت سيرفيس يعني فليت سيرفيس. البري مالجنت ليجن الفي اي ان هي شبه تيبيكال من السي اي ان، مختلفه بس في حاجات بسيطه زي مثلا تقسيمتها، ان احنا مقسمينها لحاجه كلاسيك وحاجه دي كشكل كوندايلوما لاتا، كوندايلوما كيمينيتا سوري يا باشا، دي كويل سايتس مهمه، ودي شايفين البابيلر ليجنز اللي بتبقى موجوده كتير في حالات الكوندايلوما كيمينيتا، وطبعا ما فيش بروجريشن مالجنسي، ودي حاجه مهمه جدا جدا عشان دي لو ريسك يعني. الفي اي ان اللي هي كلاسيك مهم، هي المختلف يعني فكره ان احنا نقسمها ان هي كلاسيك وديفرنشيتد، وان الكلاسيك دي ليها علاقه بالهيموبابيلوما فيروس، الثانيه لا ما لهاش علاقه، كل الكلام زي بعضه مفيش مشكله خالص زي السي اي ان بالظبط يعني. ماركت الديفرنشيتد ديت اللي هي فئه تبيع كتير بيزلير مش عارفه ايه كلام عادي يعني. الباونز ديسيز افتكر ان هي كارسينوما سايت، كل السيكنس بتاعه الاسيليوم متاثر وايه متاثر وفي اتيبيكال تشينجز بس. طب المالجننت احنا قلنا سكومس الكارسينوما عادي، انسيدنس بتاعتها 85% قلناها في الاول، ريسك فاكتورز نفس الريسك فاكتورز بتاعت السيرفايكال كانسر، الفكره بس ان احنا بنقسمها يا ترى هيومن بابيلوما فيروس وديت الاشهر 90% تقريبا، الثانيه النون هيومن اقل كتير. الهيومن بابيلوما انتوا عارفين اكيد في كلاسيك في اي ان قبلها، اما الثانيه لا ديفرنشيتد في اي ان دي بسبب انفكشن، فعشان كده ممكن تبقى مالتي فوكال، الخلايا بور ديفرنشيتد مش متاثره اصلا بالفيروس يعني. اما النون هيومن لا دي يوني فوكال في حته واحده بس اللي وصلت، ودي ديفرنشيتد احسن شويتين كده. ده ليشن سكليروزس.
البادجت ديزيز اللي احنا نفتكره دايما نفتكر فيه وصف البادجت سيلز اللي هي الخليه الكبيره النيوكلس بتاعتها السيتوبلازم بتاعها بيلو فاكيوليتد وفي ميوسين كتير وبوستيف باث. ده اللي مهم بالنسبه لنا ان هي خلايا اللي هي البادجت سيلز متنطوره في الابسيليم انتر ابيدرمال كارسينوم. ده مهم جدا نفتكره في البادجت. لارج ابسيلويد الخلايا الكبيره احنا قلنا وصف الخليه هي دي اهم حاجه وان هي بوستيف باث عشان افرقها. يعني هي بير ايودك اسيد شيف بتكون بوستيف بحسه باجت وباس الاثنين بحرف البي. وان احنا بنعالجها بلوكال اكزيشن يعني ما بنقدرش ما بنحتاجش لان الميتاستاس بتاعتها رير اصلا هي حاجه انترا ابسيليال يعني انترا ابسيليال تيوم. ودي الصوره بتاعتها الفاجينا فاجينايتس كلام فاضي يعني مش مشكله لو نفتكر بس ان هي ممكن تحصل بكانديدا ترايكومونس فاجيناليس كده. هني بلاستيك ليجن مهمه حاجه واحده هي الساركوما بوترويدس اللي هي عباره عن ايه اللي هي بنت اقل من 5 سنين جايه بتشتكي من بريدنج من الفاجينا وايه عملت اكزامينشن لقيت عن عنب في الفاجينا او يعني شكل عن عنب. هي دي اهم حاجه خالص اللي هي السوفت بولبويد ماس. الماس سوفت بولبويد شبه البانش اوف جريبس سنه صغير خالص اقل من 5 سنين. انتوا عارفين بقى ليه متسميه بوترويدس عشان شبه العنقود ربطوا ميسركم عشان هي طالعه من من الخلايا اللي كانت هتكون المصل المفروض يعني. ومايكروسكوبيكالي لازم نفتكر شكل الايه شكل الخليه سوري شكلها وحش قوي انا رسمته ده شكل الخليه صح. دايما اللي هي السيتوبلازم بتاعها عامل بروتروجن على جنب كده المفروض سمول يعني بس استنى عشان اوضحها تبقى شبه التنس راكت شبه مضرب التنس. والنيوكلس بتاعتها اوفال في شويه سترايشن على اساس الاوريجن بتاعتها متجمعه مع بعضها في كامبيوم لير دي مهمه. وبقى شويه ستروما عادي يعني احنا زي ما بنتكلم على اي كانسر بنتكلم على سيلز وستروما. فهنا بالنسبه لنا الستروما عباره عن فايبروميزمه ستروما وفي اديما وفي انفلاماتوري سيلز. ومهم فكرة الساركوما ان هي يعني بتسبريت شوية لوكال وممكن تعمل ديب بنتريشن توصل للبريتون تعمل لاترال توصل لليوريترز وتسبب مشاكل برضك شبه السيرفايكال كانسر كده يعني دي مشاكلها اللي هتموت بسببها يعني. طب يا ترى ايه العلاج بتاعتها لو احنا اكتشفنا بدري؟ هنشيل بقدر الامكان نقدر نشيله كونسرفاتيف لان احنا هنحاول نحافظ شوية عشان انت التراكت بتاع البنت لانها صغيره جدا ونستخدم معاها كيموثيرابي وان شاء الله البروجنوزس هيكون ايه الى حد ما كويس. وكده احنا خلصنا الكلمات المهمه اللي في الموضوع. طبعا هو كان حاجه سريعه جدا قدر الامكان يعني. ف ثانك يو شكرا لحسن استماعكم.